تنوي السفر إلى باريس، لا تفوت زيارة فيرساي. إن كان باستطاعتك تكريس يوم واحد من رحلتك للخروج من باريس، فعليك زيارة قصر فيرساي. يقع القصر على بعد 30 دقيقة من باريس عبر قطار أريار. من أجل الحصول على أفضل زيارة في القصر التاريخي الغني بالكنوز، ننصح بشدة الحجز مسبقاً لجولات منظمة مع مرشدين. الدخول إلى قصر فيرساي مجاني لمن معه تذكرة باريس باس. للمزيد من المعلومات تحقق من صفحتنا عن باريس باس.